لكل زمان ولكل مكان حديد دانو، ولكل حديد دان مكانه وزمانه. بهذا الزمان قالوا شلا ما قالوا، حكا ما حكا هاديك خريف زمان كيف والو. هما ما وصلوا حديد دان بحياله ولا خياله، ما داقوا سر كلامه ما فهموا قواله. وما ينكر حسبه ونسبه غير البارد قلبه، وما يفرط في الموروث اللي ورث غير اللي نزل عقله وركب هباله. اللي ماشي من قراني ونتلف في زمان غير زماني. كنت يسحب لي انا واش غير بوش عيب لي بالحس ساعة كتار منه تحديد. وحشاك حشاك رانتا هو السقع بنوارة، وانت هو كحل عفطة عباد الله اللي تبعتك في ريك وتبعتك في طريقك. تاكليت عباد الله طرحة ديال العصا ياك. ايوا سيدي حشاك. شوف قرب عندي قرب، ما حاشايا ما حاشاك. يلا الا دخلكم شك ولا شي حاجه عاود اوليدي عاود، راه بغينا نعاودوا هذا الشيء ولا ني بالشرط. اها وحده فيكم وحده فيكم نتوما هي اللي بغات تغمض عينها وتجز الورقه. يلا ياك هكا يوم تبقوا لي على خاطركم. يلا عاودوا عاودوا حيد هادي حيد هاد. اه لا لا تردها ليت لا خصك تردها، ما تعرف عاود ثاني. شكون اللي غادي تعزل؟ يلا نوض اختي نيت. يلا بسم الله على بركة الله. أيما عاويني شنو عاودتيني؟ واش بغيتي ندير لك أنا؟ راه بغات تجيني أنا ثلاثة المرات ولا أربعة، راه بغات تجيك أنت شي عشرة ولا أكثر، وكل وحدة شحال بغات تجيها، راه هذه هي القرعة. إيوا الله 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 يرفع الله. لقيتك الله لقيتك الله. اش داك تشد فيا دابا؟ ولاش دخلتينا هاد الهوت هادي؟ لاش؟ راه سي حنا راه ماشي دراري صغار، راه كلنا مسؤولين. سالينا سالينا يا تحلك الفم. اه ولاش هادشي ما قلتيش لهم انك هادو كيخليو ضربوك ولا تزيزنتي؟ انا ملي كناكل العصا كنضرب الطم، ولكن اللي سولني تنقول له الله يعلم. راه وليدي واحد الشريبه الله يرضي عليك. جوج. دابا عجبتيني وهكا كنبغيك، هكا نبغيك الله يرضي عليك. دابا اللي سولك عليا اش غتقول ليه؟ ما شتيني ما شتك. قول ليه ما
الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير. ولا سولوك اش طرى لينا؟ زلقت في الحمام. مزيان، وانا اني تضربتي غير في جهه وحده وقلت زلقتي في الحمام، وانا اللي كل عباد الله من دكدك سنسولي ما بقاش مني، ضهري كيضرني، شغان نقول لهم؟ شغان نقول لهم؟ تهنيتي دابا؟ فرحتي؟ فرحت. وما تبقاش دوري دوري تقولي انا سخران. لا لا، راه كان عندي الفلوس غنبرقتي كلك بالذهب، ولكن الغلب الله. والله يخليك ليا زماني وتبقى ديما تنشفق راسك. تنشفق راسك يكون شويه 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 ديال الرباح ماشي بالخساره. ولكن واخا هكاك بقيتي فيها عجبات ديك التكسيوه الكاكيه مع داك السبيويات الكاكي داك الفولار الاحمر تولي دايره بحال شي بجله زوينه هادي. نهار ندير الفلوس والله الا غنشريها لك. الله يا ربي، والله الا راه هذا هو خير اللي درت فيك يا جده. خير؟ اش من خير اخويا درتي فيا؟ يلاه زردوا لي هنا في الطبله. ايوا باز الله ينعل لي ما يحشم. ياك ولد الهم ولينا قد القبده دابا قد السطو، ياك وصلنا معاك للنعيل. شوف يا جده، خدمت معاك عطاني رزقي الله يحفظك، تحط لي الباي ديالي هنا في الطبله. هي اش كتخبط عليا في الطبله؟ اش من باي اخويا ديالك؟ اش من رزقك؟ ياك دخلتي معنا للقرعه، ياك وليتي مع واحد منا. انا راه ما داويش على القرعه، انا راه داوي على الترافيك. انا خدمتي اللي درت بقيت كنكتب على حليمه. درتي الترافيك ياك وحدك الترافيك؟ يوم اللي العيالات دخلهم الشك ولاو كيحزوا في بعضياتهم يشوفوا فيا انا، شكون اللي عتق الموقف؟ يا الله اشكون داك الساعه اللي كان كيكتب حليمه 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 انا ولا هما؟ حليمه 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 وكان ايوا سيدي راه كنت قال ياك راه كتبتها، ولا هاد المره غادي نمشي انا عند مول الحام تكتبها ليا. انا ماشي سوقي سيري كتبيها حتى عند الطبيب. شوفي غادي نقول لك جوج كلمات، قول اتعطيني رزقي ولا غادي نفضحك مع العيالات ديال الدار. بغيتي تفضحني مع العيالات؟ ايوا بلاتي على ما زيدتي مع العيالات ديال الدار ياك ولد الهم ياك. ايوا تسنى بلاتي. احنا بالله واش صرا معايا سيدي؟ على من؟ وشكون؟ على الصندوق، الصندوق المسحور. اسم الصندوق مسحور الله يهديك، راه غير الناس كيزيدوا فيه كيديروا من الحبه قبه. كذوب على الله حرام اسيدي، حتى انا كنت كنقول نفس الهضره اللي كتقول انت، حتى شفت العجب المتعجب بهاد العينين اللي عطلهم طرابو الدود. علاش كيسير ماموت؟ صافي كتبنا دابا ولاو كيشوفوا. صافي سكتنا سكتنا، انت كتزيد فيه. واش بان لك من بعد؟ ايوا بعدا الحاجه اللي حطينا في ذاك الصندوق كتغبر، ما كنصيبوها غير يدينا والبرد. وهادي باينه اللعمه في الظلمه. دابا هذا شي واحد كيدخل عندكم للدار وكيسرقكم وما كتجيبوا خبار. حاشا ولله سيدي تقول هاد الهضره، انا وليداتي مربيهم احسن تربيه، مربيهم على الطاعه والحشمه. دابا من هاد الهضره كلها شنو اللي كدير في الصندوق وكيخبر؟ فاش دخلنا الشك قلنا نجربوه، بقاو حاضرين ساعه وقع اللي وقع وشفنا اللي شفناه. اش شفتي؟ سكتنا. كمل كمل. حلينا الصندوق. ايه هزينا طاجين سخون وحطيناه في الصندوق باش يبرد. سدينا الصندوق. حليتو الصندوق وعاود سديتو ولقيتو غير يديكم والبرد. وباش عرفتيها؟ لا دابا من هاد الهضره كلها، الصندوق فين هو الصندوق؟ لا يوريك الصندوق فين وصل وفي يد من حصل. ماوي نالو مالو؟ شنو؟ مسلاني مسلاني يا عباد. مالك؟ دخلو مزعصو على ظهرو. هذا واقيلا خلاو داربو. وحت مالو مسكين؟ لا باينه مخليه داربو هذا. موت يا اما دوك المواصفات اللي عطيتونا ما هي هذيك؟ يا اما داكشي اللي قلتوا لينا ما كاينش. حاجه ما يمكنش لينا نكروها، اللي حيتو ما يمكنش يفرط فيها. لا اسمح لي يا مولاي، كلامك هو كبير، شكارتو ديما محزم بها. عندك الحق يا نسق، عندك الحق، والكلمه الا قالها يوفاو بها ويدير بها. والدقه في هذاك اللي شمتو ما يمشي تيفديها. وفضل راس ماله وهو في عايله وحياله ومكيدو. ولا كانوا المواصفات ديال داك اللي في بالي. شكون؟ حديدان. هو هذاك. كتعرفوا فين كاين؟ كنعرفوا فين كاين. دينا وصلنا ليه، الله يجازيك. يلا. هي دابا. وصلنا ليه، الله يرحمه ليه. وصلنا عنده. هي دابا. الله يجازيك. سير لا واحد اللعيبه كنعرفوا هذا الشيء اللي قالوه هو اللي كيد. دابا عاد جابت الوقت. بيم بي.
بشويه خلاتك مسحول هذا حامي 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 صافي صافي حامي صافي تتبع الدريسر خليني كمد لك راسك عندك الزاره وليدي اللي ما تحتيش على دماغك هادشي لا ما كنتيش كتكذب عليا شغال نقول لك اخويا مشايب تراك خويا وحبيبي وراجل بحالك بحالي ما كايناش الكسيده شكون دار فيك هاد الحاله هادي تغادي ما بيا ما عليا بانت لي واحد الزوقه قدام واحد الدار كبيره هذيك اللي كتقولوا لها العماره ومالوا لي الناس دازين الطبقه الاولى بعد الطبقه الثانيه وما كاينش اللي قال الله يلعنك الشيطان ولا دخل لي فك ودخلت انا ياك اسي وانت كتشوف حتي تان في هذا الوقت هذي خصك تدخل سوق راسك راح تفكر راه ما بقاش موضه اي اي دير حاس انا تلقاها بوم زوي ولكني راه بلا لي ما نقلت لي ما نرخص الانسان يدير الخير في خوني انسان واه لا صافي دابا تكمل شويه باش تخرج عاوتاني للزنقه سير دير الخير في شي واحد اخر تخلى ضربك يا سي مشايب شويه ولكني كما فقيت وانا كرة عدد الضحايا اكثر من عدد المصابين انت وليتي كتصنت الاخبار بزاف اه وشحال كان العدد ديال المصابين واحد اللي هو انا واش قالوا كانوا العدد ديال الضحايا؟ واحد اللي هو انا وهي زعما هي تخلات ضربك وصافي هياش؟ هلا انت بوحدك تخلات ضربك وصافي الله يهديك راه تما فينا اللي مشى بالمهل كيوصل واللي جنب تعطل والسرعه كتقتل وانا غنتكسل ومن توصلوا للدار نحت لكم فيقوني نوري لكم لو وصلنا لعند هذا اللي كنقلبوا عليه اغناك الله اغناك الله على دوير الزمان واعطاك الله فلان الا جبتي لينا حديدان ايوا هادشي علاش انا زربان ولا الزربة على صلاحي يا فلان سعديه بغيت نشوف الدار عزيز بلا ما دير لي تشاش في دماغي هذا الموضوع فضيناه شحال هادي وساليناه وعطيتيني الكلمه ولا انت بينك وبين الكلمه غير تيقار السديه واش ضروري نترفح ولا بغينا نترفحوا كاع نكرو والدينا راه حرام ومالي انا قلت لك نكرهم باش تبقى عليا حلال ولا حرام مالي بنت لك ضربه فلوس الجماعه اسمع عزيز هذا الموضوع راه فضيناه قلت لك داركم ما غيشوفوناش حتى نربيو الريش حتى يشوفونا شي حاجه اخرى باش تجيهم الصدمه اما دابا الا بنا اليوم هذوك جوج فرانكات اللي عندنا ها الريال ما غادي يبقى السديه راه توحش دارنا توحشتيك تي تفرهم معاهم وانت داركم راه تفكوا منك ملي صدروك ليا فراسك هادي ولا لا صدروني ولا تقرعه وانا كون قرعه ولا بالتيخه شغلك هذاك هذا الموضوع سديناه تفهمنا دويتي معايا ما دويتش معاك امي انت دوري خليني نكمل لك شعرك صديه بتبيني الفلوس ماشي دابا شي هذوك الفلوس اللي عينك فيهم والله لا خرجتهم دابا غنخليهم حتى نتلقى شي افير اللي غنطلع ذز تفهمنا وسدينا ها وليدي تسير لداركم اش باقي قاعد كدير راه يلاه تلحق خالتي الباتور ما هضرتش معاك شوفوا ها ما تغوتش على مهمتي كتسمع هادي راه هي الضو ديال عينيا ولا بقيتي دويتي معاه بهذه الطريقه هادي راه نطفي لك الضو ديال عينيك الضو ديال عينيك انا راه الضو ديال مناخري وكاك شكون هذا وسكتي يا امي الفاكتور مول الكرا مول الضو ايوا الحمد لله سيدي على الفطور والحمد لله تعالى ديك القتله اللي كنتي البارح الحمد لله والشكر لله مني فلت البارح من الموت حديدان راه نجاك الله خصك تخرج الصداقه انا البارك اللي عرفت الدار ويلي عباد الله الواحد كضربو على ضربه وحده كينوخ انا عماره عباد الله عماره كتجيني الضربه كنبغي نزكي شكون يضربني كتعاود تجيني وحده اخرى نبغي نزكيها نشوف شكون يضرب مين تجيني وحده اخرى اللي مانيف Il est plus magnifique. مال عيداك ما قلتش شي هضره ماشي هي هذيك ولا لا اللي ما تيش على اختي مسكينه وكابوها ليا اللي كتصعد ضرباتك السياره الساعه التنازل على كل عماره سكت ويلا زيد دابا دابا شوف خوادري انا نجيك من الاخر دابا داك الصندوق راه ماشي ديالنا الصندوق ديال واحد السحاب وداك السحاب كان مخليه عند المعلم ديالي امانه بين ما جاب ليه الفلوس ايه وانا على ما ناخذ الفلوس اللي كانت سالو
خديت الصندوق امانه ودابا ملي جاب لي الفلوس خصنا حنا نردوا ليه الامانه ديالو. واحد المثال كيقول اللي خداه الطبيب ياخذو المريض. دابا انا ما غاديش نغرمو ليه، انما انت هاد جبتيه لينا غادي نعطيك فيه الثمن اللي كان. و ماشي عاوتاني ديرها في ودنك تسمع باش مما كان طلع لينا للسما ودير لي رجليك. الو شوف حلي ودير الملحه في الطعام باش تلقى فين تولي. اييه ما فيها باس. الله يا ودي الا كانت على هكا غنقلب عليهم قنت بقنت. طنطيه على صندوقي، رجعوا لي الصندوق ورجع لهم فلوسهم وانا معكم. صافي الله يرضي عليك. ما قلتي عيب. الله يرضي عليك. قالوا زمان ومازال ساري حتى في زمانكم، وغادي يبقى صالح في كل زمان وفي كل مكان مهما يكون ومهما كان. واش قالوا زمان هاد الناس اللي ما خلاو لينا ما نقولوا؟ قالوا يا الليتي اليد في اليد ويد الله مع الجماعه، الجماعه تغني الفرد والفرد ما يغني الجماعه. ايه كلامهم على حق، وانت نتايا كلامك على صواب. ما عندي ما نقول، ولكن ما كاينش معامل. قول لي انت دابا معامل. معامل انا اللي سولتك معامل. يا لالا الله يهديك، ولاش نقطعوا لي سرجه في ربي سمح له اللي مفرق لنزاق على عباده وخالف طبيع الناس. الناس بالناس والناس بالله، وما يكحل السعد ويبيض طريق رديله غير الشيطان الله ينعلو ويخزيه. حنا الشريف ديالنا النية ديالنا حسنة ربي اللي عالم، وما كنويو غير خير لا لينا ولا لغيرنا. بالحق يقول لك ما دقي خير ما يترى باس، ولاو الناس يخافوا يلقيو الخير بعضهم. والله يا ودي ولا إني هاد الوقت اللي كتكون عنده النية كيحسابوه ما عنده شخصية. هاد الدي ديال هاد السيدة زين تبارك الله. وانت بنادم كدير معاه مد زوين وكيبزع عليك ببط الخيب. على دابا الزين والخايب ولا عنده البات ولا عنده الام؟ ودير عنده البو والام والخوال والعمام، كيدير عائله الخايب. وعم حديدان بنادم ديال هاد الوقت راه ما صادقش، بنادم هارب ليه السينيال، كلشي خصو يتفورماطا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهديكم اولادي، الله يهديكم الالياتي. راه انتم اللي معمرين روسكم وشاطنين بالكم، تا وليتوا شاكين في ايمانكم وفي يقينكم ومفرطين فضلكم وراس مالكم. وتبارك الله والصلاة على النبي وما شاء الله ما حسدناكم، الخير عندكم موجود غير بالكراكر. حنا راه النعمة عباد الله ما كناش كنشوفوها في زماننا، أما أنتم راه كلشي شيط. وليني بقوة الإيمان اللي كانت فينا وبحسن التدبير، وغادي نقولها لكم في وجهكم واسمحوا لي كيف ما كيقول السيف شعيب. غادي نقولها لكم فاس، حنا كنا أحسن منكم وأفضل منكم واسمحوا لي. سمعنا فضل منا باش بداك القمل اللي كان معشش لكم في راسكم. ايوا لا لا، القمل اللي كان معشش في راسنا كيف كتقولي انت؟ حنا راه معشش في راسنا، وراني انتم راه معشش في قلوبكم. الله يجعلني نتيق. القضيه سهله مالها، بغات غير النيه والثقه الكامله. وشنا هي كاع؟ كل واحد ولا وحده غادي يجمع خمسه صافي. صافي يا هذيك خمسه وخميس في العدو اللي ما يحشم. عرفتي شنو الراي ديالي؟ انا هاد الدارات نعملوها الخميس الخميس، شنو بالكم؟ ايه دارت من دار لدار، جامعه كبار وصغار، وانا الا بغيتي ديروا هاد الدارت ديروها من عندي في الدار. اويلي واش انت ما عندك علاش تحشمي؟ لا لا ادويت. ايوا ايه راه عندها الحق، غير خصنا نديروها في الحومه وحتى في المدينه. ياك المنعمه وبقطره بقطره كتولي بحور وويدان، راه يمكن قطره وحده تهب الحياه للانسان ولا للحيوان ولا كيف ما كان. وعمي واش هاد الشفره ولا الخبير؟ كذلك ومثال وليدي، فلوس المال كيف كتقولوا لي انتم العاقه عمر تكا. راه هاد الشيء علاش ما بقاتش فيهم البركه؟ حيت سميتوهم هاد السميه عباد الله. ولا تعطى ولا خطاك كتبات فشان وكتصبح فشان. ايوا تلاح. دابا صاحبكم حديدان داروا ليه زريده بحال داكشي ديال المعلقات وديال عمر بن كلثوم بحال داكشي. دابا راني ما فاهم والو في هادشي. وفهمونا انتوما اللي فاهمين. صلاح كي غنديرو نفهموهم؟ انت اش غتفهميهم اش؟ فهمنا حتى حنا ولاد البلاد بقى هما اللي جايين. علاش اخويا مالنا حنا كوان فاهمين؟ دابا انت فاهمه شي حاجه؟ بيني وبينك ما فاهمه حتى شي حاجه. ما فاهمه والو، اسكتي شويه. اللي حشم في اللي ضرو
الشيطان غرد. هذا باولي انتو كتفكروا في كلام زمان، بارك الله عليكم. وما انا طايحين من السماء ولا قطرت علينا القطره. الا لا ما تقيدي عليا نقال وما تزمي عليا هضره، راه اللي بغيت نقول انا الا حشمتو مني وما قدرتوش تواجهوني راني فهمت راسي وعيني ميزاني. اش بغيتي تقول بهذا الكلام السي حديدان؟ ولاش باغي توصل؟ شوف شوف حديده ما تقلقش منها، مراتي خضراء. زعما بغيت نقول لك غير جينا من الاخر. اش غنقول لكم؟ قدامي سخان ولا كل شيء تابعني بالغيط. ما دزتي باكين غير راه الغتوره. ورا داك الشيء علاش ما خصنيش نبقى معاكم في الدار؟ لا نولي جابد عليكم الغيار. الله يهديك عمي حديدان، اش من خيار ولا عيب ولا عار؟ وما كنت كاع اش درتي لهاد البشر؟ راه حنا اللي ما درنا فيها ما يصلح، تخلينا بين يدين ديك عيده تا ولات مخرجه في الجورنال. ولا لا عيده راه ما دارت والو، راه بنادم اللي بقى مخرج في عينه وكيقلبوا لنا على الفضيح. انا راه مخرجه لا عيني لا ودنيا. وما العيده اش جابت الهضره كاع؟ لا راه عيده هي اللي دارت هاد الشيء. هي دابا حيت ما كيفاش جبدها هي. صافي راه شخصيه، راه عندها الحق. شنو عندها؟ راه عيده هي سبب هاد الشيء كله، وهي اللي فضحاتها. ياك انا محامي. هي هي وقولها لي اختي. قولها لي اختي. قولها لي اختي. هي عيده خلاها تهضر معايا. هي اللي دارت هاد المصيبه كلها. صافي نطولوه نقصروه. انا غادي نشوف كيفاش نمشي في حالي. ونغبر راسي من هنا. صلاة النبي. والله إلا الولد غابر ما عرفناه ميت ولا حي. يا بابا هنجه وبنو نجه الدار مالي عمره تقول فيه طيكوب البقار. أنا من الجهة ديالي هز الملطة والهيدورة ويمشي البازار وينعس ويهنيني. شدي فمك على ولدي فهمتيني؟ وزيد ولا غابر راه خرج مسكين كيقلب لك على الخبز ما تجد غي. وعاد الغايبة راه حجتو معاه وحتى مش ما كيهرب من دار العرس. لا 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 هو شي بزاف. انا بعدا اللي تنعرف هو ملي كان كحلوها كان كحلوها مزيان وخربقوها وخلوضوها مزيان فشي قنت راه تنغبروا. اما كنشدوا الجبل ولا كنشدوا شي بلاصه اللي ما عرفنا فيها حتى شي واحد ولا كنمشيو للبلاد. راه مزيان تما فين تفورما قاونيت واللي عنده شي مشكل يخلي تما ما يجيش لينا ويرفع لنا راسنا به. اييه وكاع اللي خلوت شي تخلويضه كيلقاها همدات وصفى معاها وتنسات. اش غيجيكم مليح؟ غتنوض الجمعه دوك قشا وشكم وقراب لكم وحوايجكم وانا غادي نمشي نشوف شي غوندري غادي تحيدكم من هاد الشيء. وها اللي كيفهموا وانا ضد قاعدة واني انا واحد الكامبو مني ما كان. ولا انا ما قلت والو المعلم. اي انت راك كامبو نمبر وان. علاش المعلم؟ اش درت لك؟ وانت اللي درتينا في هاد الحريره الصندوق ما الصندوق خرجوا منه الجنون. وعلى داكشي اللي شتا المعلم وزيدون انا ما عمري ما كذبت عليك. ايوا دابا تحت يدان تا هو راه جن. ومن قال؟ يقدر يكون تا هو من الجنون. تسكت تسكت دابا انت راه امك ومرتك بخروا ليك باش يفسخوك. ساعة البخور خرج عليك كونها خلوك مسحور حسن. ياك المعلم؟ اي اللهم مسحور ولا مسطي. اهلا القايده. اهلا الاستاذه. لاباس بارك الله فيك وسمحي لي بزاف الا زعجتك. لا مرحبا. بارك الله فيك. انا غير فكرت وقلت بلي انا وياك ضروري نضبطوا شي امور. اييه قول لي. على حديدان كيف ما كان الحال خصنا نعرفوا الهويه ديالو شكون هو اش كيدير. متفقه معايا استاذه؟ انا متفقه مع سيادتكم. راه غير هو ولا الشخصيه ديالته ولات معروفه. راه ما كاينش اللي ما كيشوفوش في الزنقه وما يعرفوش ولا فهمت كاع. فهمت. غير انا وياك خصنا نتفقوا على واحد الحاجه. واش دابا حنا كنهضروا على حديدان الاسطوره ولا حديدان الحقيقه؟ هي هما كيتشابهوا بزاف حتى ولينا ما بقيناش كنفرقوا ما بين بعضياتهم. وعرفتي نقول لك راه ملي خرجنا الجريده للسوق كان عليها الاقبال بزاف. ها الناس طلبوها اكثر من العدد اللي خرجناه. واللي عجبني الاكثر هو قاس القلوب ديال الناس. هذه متفقه معك فيها. حتى انا شخصيا كنامن بلي اي حاجه كتخرج من القلب كتوصل نيشان القلب. ياك وراحتي الشخصيه ديال حديدان راه نيت هو داير بحال هكا اللي ماني فيك. وشكرا شكرا استاذ على هذه المعلومات. انا اللي كنشكرك. سمحينا اللي ازعجناك. شكرا. يلا سلام. هذا راه تعطل ما الى حرد ما عرفنا واش غنزيدوا في حالنا ولا نزيدوا في عملنا. ولي اش كديروا دروكا؟ راه كنجمعوا شرطنا ما يبغيش نزيدوا في حالنا. هادشي راه ما بقى فيه هضره. اييه وما عندنا علاش نبقاو نتسناو. راه خصنا نيت نمشيو. وفينا هو هذا فينا هو؟ لا امي راه خصنا نتسناو عمتي عايده. يلا سيدي تحركوا يلا نشوف حالنا. يلا
اجي واش المركب موجود؟ لقيت عطيته لافونس كيتسنى على القرصه ودروسك. يا ما دير تجمع صافي صافي ما كاينش ما كاينش انا في الصال الشارجور ديالك راه عندي في الصاكي كاينه نوض نوض يلا صافي صافي سير بلاتي نجيب جلابيتي سيري 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 جري هذا سيري ايوا جري لا بغيت تجري شوكان وهذه الحومه ديالنا حبيبه هذه الحومه ديالنا الشاكي ديرها عندنا واحد طلعه هنا ولكن شوف عمي جعفر عمي جعفر بغيتك تصوب لي داك التام اي عرفتي علاش؟ حتى بهذه الحومه ديالي وانا مشوه هنا بغيتك دير لي داك الشعر وانا ريت تدير هذاك التام بحال سنين جا وهما شادين لي الشراوط داك كنصور الفيلم ديال لاكسيون فيلم سيانس فيكسيون انا بغيت واحد يعرفني الحومه ديالي هذه وانا مشوه انا كتهضروا بالعربيه ما فهمتكمش اش كتقولوا بغيت دابا نفهم غير فين غادي نبيا فين غادي بيا خويا وفين غادي بيا فين غادي سوركم ولا جعفر جاوبوه شوف عمي جعفر ما عندكش باش تخاف نمشيو نشوفو داك السيد اللي شتي تصويرته كبير في داك البانو عقلتي عليها حديدان الصورة الصورة ديال حديدان حديدان يلاه زيد قدام سير اشنو سير ها هي الدار عمي جعفر عمي جعفر هذه هي الدار فين كيسكن حديدان ولكن شوف الله يحميك الوالدين ما تنهضى ما تعصب ما تقلق ما تكعم والو تكالما انا غنشدو غنجيبو لك البنيت اسمع الا مشى احتفلت ما نعتقك ما نرحمك غادي نشلقك حتى يخرجوا عينيك علاش عمي جعفر علاش انا كطع منك سناني لوبي عليه على مدافية وياك 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 مولاي جعفر يقطع لك الراس احنا محتاجين بيه يكون حي يرزق يلا دق الباب وتورا حديدان فين ما كان حدين مع حديدان هما قالوا فرار وقاد محرومة هو حديدان مالو مالو وشكون بحالو هاني بالو ما خاسر والو بالو حيالو هما راس مالو بالحلال يعيد عيالو والسهلة ديالو هدا هو راح